الليل في العاصمة المكسيكية تحول إلى بحر من الأضواء، وذلك احتفالا بمهرجان الأضواء الذي استضافته مكسيكو سيتي. 80 فنانا تعاونوا معا من أجل المهرجان الذي أقيم على مدار 4 أيام واختتم يوم الأحد، وقاموا بإضاءة المباني في قلب المدينة التاريخية. وشملت الأعمال أيضا عروضا متحركة على واجهات الأبنية. العروض جعلتنا نلتفت إلى المباني ونركز عليها عندما نمر بها، فأحيانا نمر بجانبها ولا نراها جيدا، لكنك الآن تعود وتراها حتى إن لم تكن ترغب بهذا. وجرى تقسيم العروض إلى 7 فئات، وشملت مساحات عملاقة من الألوان المتغيرة مثل عرض لطيور محاصرة داخل قفص. وتركزت العروض الضوئية على التراث التاريخي الغني الذي تتمتع به المكسيك، وأقيمت العروض في ميدان غاريبالدي بلازا الذي يعتبر موطن موسيقى المارياتشي المكسيكية الشهيرة، وكذلك متحف الضوء ومتحف ألاميدا للفنون. كما عرضت أفلام خلال المهرجان وتمت معالجتها بطريقة خاصة باستخدام الضوء والموسيقى. المبدعون القائمون على المهرجان الدولي الأول للأضواء يمتلكون خبرة لأكثر من 10 أعوام في ابتكار مشروعات ثقافية للفنون السمعية والبصرية، وكذلك للمسارح في المكسيك وخارجها. رحاب علاء، رويترز.